أهلا وسهلا بكم لنتعرف في هذا الدرس على طريقة استرجاع الملفات المحذوفة على توزيعات لينكس. سأحاول قدر الإمكان تبسيط مراحل هذه الطريقة لكي يتمكن المبتدئون أيضا من تتبعها دون أي مشكل. الاسترجاع يمكن أن يكون حتى بعد أن تقوم بعملية تهيئة لأحد أقسام القرص الصلب، لكن النتيجة تكون مرتبطة بالأساس بهل قمت بإنشاء ملفات جديدة بعد الحذف أم لا. لذا أول نصيحة أقدم في هذا الدرس هو ألا تقوم بإنشاء ملفات جديدة على القسم الذي حذفت منه ملفات عن طريق الخطأ كي يكون لك إمكانية أكبر لاسترجاع تلك الملفات. نبدأ عمليا، وأثناء مراحل التطبيق أقدم بعض النصائح والتقنيات للاستفادة منها الطريقة أكثر. أول شيء سنقوم به هو تحميل البرنامج الذي سنستخدم، وبرنامج فوتوريك المتوفر ضمن برنامج تيستكس في الموضوع الكتابي. ستجدون رابط التحميل، تضغطون عليه فتفتح لكم صفحة التحميل. يمكن تحميل البرنامج من هنا. البرنامج مجاني، مفتوح على المصدر وحر. بعد التحميل ننتقل للملف المحمل، سيكون على الشكل التالي، مضغوط بالضغط يمين وستخرج هنا. يمكنك الحصول على الملف على الشكل التالي. الآن سنفتح الطرفية، وأنصح بنسخ هذا الملف، هذا المجلد، إلى مجلد المنزل كي تنتقل له بسهولة عن طريق الطرفية، عن طريق إدخال الأمر CD متبوع باسم الملف تيست ديسك. فأكتب الحرف الأولى فقط وأضغط على تاب للإكمال التلقائي لأتأكد، وأدخل الأمر LS فيظهر لي محتوى هذا المجلد. إذا الآن أنا داخل المجلد، سأقوم بتشغيل البرنامج. الملف الذي يخص البرنامج هو هذا الملف، سأقوم بتشغيله عن طريق إدخال نقطة سلاش متبوعة باسم البرنامج لأنه ملف تنفيذي ويجب أن يشغل عن بصلاحية الروت، لذلك سأضيف الأمر sudo أولا. إذا على هذا الشكل هنا يعطيني رسالة بأني هل أريد متابعة الجلسة أم لا، لأني في السابق كنت فتحت البرنامج وقمت ببعض العمليات عليه. سأضغط على N ليظهر أو لتظهر لنا النافذة التي ستظهر لكم عند تشغيل البرنامج أول مرة. أول ما يظهر لنا هو الأقراص الصلبة التي تعرف عليها البرنامج. في حالتي لدي قرص صلب واحد، أضغط على Proceed Enter فيكمل لي ويعطيني هنا لائحة بأجزاء أو أقسام القرص الصلب المتوفر على جهازي. سنتركها قليلا ونهتم الآن بالإعدادات أو الخيارات الموجودة أسفل الشاشة أو أسفل البرنامج، حيث يمكن التنقل بينها عن طريق لوحة أو أسهم لوحة المفاتيح يمين يسار. سندخل إلى فايل أوبشنز، ففيها يمكننا أن نختار ما هي الامتدادات التي نريد أن نسترجع، أي ما هي الملفات التي نريد أن نسترجع، نختارها على حسب امتداداتها. افتراضيا يكون جميع الخيارات مفعلة، يمكن إلغاء جميع الخيارات عن طريق الضغط S أو إعادة تفعيلها جميعها عن طريق الحرف S. نحن سنلغي تفعيلها لأنك لو تركتها مفعلة جميعها فسيقوم البرامج باسترجاع العديد 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 من الملفات، والمشكل هو أن الاسترجاع لا يكون بأسماء الملفات الأصلية، يكون بأسماء عشوائية باستثناء ملفات PDF، حيث أني لاحظت أنه أغلبها يسترجع بأسمائها الأصلية. إذن هنا أنصحك أن تختار فقط الامتدادات أو أنواع الملفات التي تهمك. مثلا يمكن التنقل عن طريق سهم أعلى أسفل، فسأختار هنا مثلا جيف لأن بها نتائج كثيرة، ستوضح لنا العملية بعد الاسترجاع كيفية التعامل مع الملفات المسترجعة أيضا. إذا لاختيار امتداد ما تضغط على Space فيتم تفعيله. هنا أشير إلى أن بعض الامتدادات تشمل عدة أنواع من الملفات، مثلا سأنزل إلى آخر خيار، فلو لاحظنا خيار Zip فهو خاص بزيب أرشيف الملفات المضغوطة، وأيضا الملفات الخاصة بأوبن أوفيس ومايكروسوفت أوفيس. إذن لاسترجاع ملفات ذات امتداد دوك أو دوك إكس أو ODT، الملفات الخاصة بأوبن أوفيس ومايكروسوفت أوفيس، فيجب أن تفعل هذا الخيار. بعد أن تنتهي من اختيار الامتدادات التي تريد، تضغط على حرف S كما هو موضح هنا في أسفل لحفظ، أو على حرف B عفوا، على حرف B لحفظ التعديلات. تضغط أوكي، فيمكن الآن أن تضغط على Quit فترجع لقائمة أجزاء القرص الصلب. الآن يجب أن تختار
أين كانت أو مكان تواجد تلك الملفات التي حذفتها لكي يتم استرجاعها؟ أين كانت تلك الملفات؟ هنا نلاحظ أجزاء القرصصة. لو فتحت مدير الملفات فسنلاحظ أنها هي هذه الأجزاء. سأختار المكان الذي كانت فيه تلك الملفات قبل أن أحذفها. مثلا بالنسبة لي سأختار هذا المكان، كما تلاحظون فهو فارغ، ليس به أي شيء، مساحة فارغة تماما. سأختارها. من لم يتمكن من التعرف على أجزاء القرصصة فيمكنه استخدام برنامج الأقراص ديسك، يكون متوفر على أغلب التوزيعات خصوصا التي تعتمد على جنوم، فيمكن الدخول وتختار أحد الأقراص، وهنا يمكنك أن تعطيه اسم لكي تتمكن من التعرف على الأقسام. إذن ستختار هذا القسم، مثلا هو الذي أريد أن أسترجع الملفات التي حذفت منه. وهنا يجب أن تلاحظ نوع الملفات الموجودة أو التي نوع نظم الملفات التي يعتمدها ذاك القسم. مثلا في حالة فات 2 وفي الأسفل أتحرك بسهم لوحة المفاتيح لسيرش، فيعطيني هنا أن أختار ما هو أو ما هي ما هو نوع نظم الملفات التي الذي كان به القسم الذي حذفت منه تلك الملفات. ففي حالتي كان هو فات، لذلك سأختار others. في حال كان نوع الملفات أو نظم الملفات خاص بلينكس XT 2 أو 3 أو 4 فتختار الخيار الأول. بعد ذلك سيعطيني خيار ما هو نوع التحليل الذي أريد أن أختاره. ما كيف سيقوم البرنامج بتحليل القرص الصلب؟ هل سيحلل فقط المساحة الحرة الفارغة أو المساحة الحرة فقط؟ تختار الخيار الأول. أم سيحلل القسم كاملا ويبتدي سيسترجع ملفات أكثر؟ لذلك أنصح دائما بالخيار الثاني لأن ستحصل فيه الملفات المسترجعة ستكون أكثر. بعد ذلك سنختار مكان استرجاع تلك الملفات، أين سيقوم البرنامج بحفظها. الآن سنفتح ملف مجلد أو مدير الملفات. أنا أريد استرجاع الملفات بابتدار جيف التي كانت في ملف أو في قسم دوكس، لذلك يجب أن أختار مكان استرجاعها في جزء أو قسم آخر، مثلا في هذا القسم. أنشئ ملف مثلا أسميه باكن اب، وفيه عفوا باكن وفيه ساقوم باسترجاع، ساختاره كملف ليتم استرجاع الملفات فيه. ادخل اليه ساحتاج لمعرفة مساره بالنسبة للمبتدئين، فهذا هو المسار من الموقع، ضغط يمين الخصائص الموقع، وفي البرنامج ساتعامل على هذا الشكل. اختار نقطتين، اضغط انتر نقطتين انتر نقطتين انتر حتى اصل لملف الجذر سلاش، يكون على هذا الشكل كما تلاحظون. بعد ذلك انتقل لهذا المسار ميديا محمد فوليوم، وهذا هو الملف باكين اب. بعد ان اصل الى ذاك الملف اضغط على حرف سي ليبدأ البرنامج بعملية الاسترجاع. الان لو دخلنا إلى هذا الملف سنجد أن البرنامج قام بإنشاء ملف أو مجلد جديد به، وفيه سيتم استرجاع الصور بامتداد شيف. البرنامج يقوم بإنشاء مجلدات عديدة، هذا لن يكون المجلد الوحيد، على حسب عدد الملفات المسترجعة. بالنسبة لجيف ستكون النتيجة كبيرة، وسنلاحظ أنه سيقوم بإنشاء ملفات عديدة أو مجلدات عديدة. كما قلت الملفات المسترجعة لا تكون بأسمائها الأصلية، لذلك ربما ستحتاج لبعض التقنيات للتعامل معها لمعرفتها وترتيبها بسهولة. لذلك قمت في الموضوع الكتابي بتقديم، مثلا الآن قام باسترجاع 4 صور الآن أكثر، كما تلاحظون هذه هي الصور المسترجعة. لو كان لك متصفح ملفات يدعم المصغرات، إظهار المصغرات، فبالنسبة للصور ستكون عملية التعرف على الصور سهلة. إذا سأترك البرنامج يعمل ونذهب إلى البرنامج أو الدرس الكتابي ليشير إلى هنا نقطتين. النقطة الأولى هو أنك لو قمت باسترجاع الملفات
على قسم من القرص الصلب له نظم الملفات خاص بلينكس سواء اكس 2 3 او 4، فهذه الملفات سيكون لها صلاحيات خاصة لأن البرنامج تم تشغيله بصلاحية روت، فالملفات أيضا ستكون ملك للروت، وبالتالي لن يكون لك صلاحية التغيير فيها، يكون لك صلاحية مشاهدتها لكن لا يمكنك نقلها أو حذفها. لذلك قدمت في الدرس الكتابي، هنا ستجدون أمر بسيط يمكنك من تغيير صلاحية ذاك الملف ليصبح ملكا لك، لتصبح أنت مالك ذاك الملف، تغير فقط اسم المستخدم باسم المستخدم الخاص بك والمسار بمسار المجلد الذي قمت باسترجاع الملفات فيه. شيء ثاني هو مثلا هو أن كما قلت الآن تلاحظون أن هناك مجلدات كثيرة، لو قمت باسترجاع امتدادات أو ملفات ذات امتدادات كثيرة فأنصحك بإنشاء ملفات أو مجلدات على هذا القسم. الآن الجهاز يصبح بطيء، احنا عملية الاسترجاع، فأنصحك بإنشاء مجلد على هذا القسم، مجلد خاص بكل امتداد، وبأمر بسيط قدمته في الدرس الكتابي يمكنك نسخ أو نقل جميع الملفات ذات الامتداد الواحد من جميع تلك الملفات إلى ذاك الملف. مثلا الأمر الخاص هنا يقوم بنسخ جميع ملفات التي لها امتداد جيف من هذا المجلد والمجلدات الموجودة داخله إلى هذا المجلد، وبالتالي أجمع جميع الملفات الناتجة في مجلد واحد، وبالتالي يمكنني أن أعثر على ما أريد بسرعة. كما تلاحظون هناك نتائج كثيرة 2515 بالنسبة لملفات جيف لحد الآن. لو كنت اخترت جميع الملفات أو جميع الامتدادات كانت النتيجة ستكون كبيرة جدا. يمكنك أن توقف العملية توقف البرنامج على هذا الشكل، ومن بعد يمكنك لو قمت بتشغيله من جديد استكمال عملية الاسترجاع دون أي مشكل. إذا كان هذا هو درس كيفية استرجاع الملفات المحذوفة على توزيعات لينكس، أتمنى أن يكون قد أفادكم. إن كانت هناك أسئلة أو استفسارات فلا تبخلوا بطرحها. إذا نلتقي في درس قادم إن شاء الله، إلى اللقاء.